شكرا. صباح الخير. صباح النور. صباح النور مدام. عدنان لسه ما فائت سمر؟ إلى زمان طالعة، راحت على الجمعية. هيك لكان. شكرا. صحتين وهنا. صباح الخير. بونجور. صباح النور. وين أختك؟ فائد بس ما قدرت تنزل. بارح كانت حلوة كثير. لبست هيك وعملت شعري هيك وسلت كثير أنا ومهند. عم تحكي مع رنين، هلأ بتنزل. إيه ممكن تنزل على الغدا مزبوط. ولما طلعنا من هنيك كنت جوعانة كثير. راح مهند أخذني وطعماني صندوش الجبنة. كان أحلى فطور. وطبعاً أنت ويا لحالكم. ما تزعلي مني، لحالنا. شايفة قديشك غليظة؟ طيب ليش ما خبرتيني؟ الله يسامحك. رح نصير نطلع كل أسبوع. وخلص لا تزعلي، بوعدك رح خليك تجي معنا دائماً. نهال أنت خاينة. أنا هيك. لحظة رح أعمل لك بس مباشر من غرفة مهند. اسأليه هو بالبيت لأجي لعندكم اليوم؟ وينه مهند؟ صباح الخير. صباح النور. مهند عم بيفطر يعني؟ لا طلع بكير يمشي هو والست سمر. يا الله وين رحتي؟ رح سكر بعدين بحكي معك. بابا ناطرني تحت على الفطور. يلا باي باي. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. ما توقعت انك رح تفيقي بكير بهي السهوله. تخيل انه اجت 3 الصبح. للصبح لكان. من الصبح بكير فايت لتحكي على التليفون. ان شاء الله تكونوا قضيتوا وقت بيطير العقل. تسلينا كثير. مهند رفيق ممتاز للمشاوير. كنت مفكرتك طلعتي تمشي انت ومهند. سألت جميلة عن مهند، قالت لي إنكم طلعتوا تمشوا من الصبح بكير. كلامها مزبوط، طلعت أمشي وبالصدفة شفت مهند، بس الجو كان كتير برد مشان هيك قررت أرجع على البيت. خير ما عملتي يا بنتي. يا ريت لو بتحسني تلغي كل برامجك اليوم. الطقس برا سيء كتير. تكرم عيونك، معقولة خجلك؟ بس ما رح نقعد هيك، بدي أعمل أنا وياك شي مشروع. تمام. ايه حبيبتي، هاتي احكي لنا عن مشوار امبارح المساء، كان في صبية أحلى مني؟ مهند قال لي أنت أحلى وحدة بين البنات. قال لك هيك بس منشان ما تبكي. عن جد، كنتي حلوة كثير وبتاخدي العقل. كيف كان الأكل؟ الأكل كان كثير طيب، بعدين غيرنا المحل، على البار. وشربت كاسة فودكا. بس والله ما شربت لحالها، مهند ضف لها عصير كثير. برافو. المهم اجا مجموعة من رفقاته. كمان بشرة كانت معهم؟ لا حبيبي، هي راحت من زمان. يا الله قديش تسلينا، كانت سهرة كتير حلوة. ممتاز، انبسطت كتير. وانا رح تجيني ايام انبسط فيها عن قريب كتير. بعد شي 7 سنين. يلي بعرفه مهند بس يجي الساعة 3 الصبح، مستحيل يفيق بكير. غريب كيف هالمرة فاق وطلع. هو كمان بيحب يمشي لهيك فاق. ليش عم تهربي؟ رجاء مهند، هون ما بيصير. شو اللي ما بيصير؟ اتصلت فيك كتير مشان اعتذر منك بس ما رديت. بلا ما نحكي هون. شو مفكرتيني جاي حاسبك مشان السيارة؟ أنا آسفة، ما كنت حاسة بشي أبدا. ماني عم فكر بالسيارة، بعتها وارتحت من مشاكلها، اشتريت وحدة تانية. ما فكرت بالموضوع نهائيا، بس اللي فكرت فيه ليش قللتي عقلك؟ بشرى اشتقت لك. مهند وانا كمان اشتقت لك كثير.
كنت مثل المجنونة بغيابك.